عندنا مسجات كتيره ان عايزين يعرفوا الاطالات والمرونه حاجه مهمه جدا طبعا. وايه امكان يعني ازاي بنستفيد من حاجه زي كده وما اهميتها طبعًا. ايه طبعا ستريتشز دي حاجه مهمه جدا. فرح اللي جت قالت لي ده في ناس بيسالوا على دوت فعايزين نتكلم عن ده النهارده. هنتكلم عليه واعتقد انه احنا النهارده هنتكلم عن التمارين الابر بودي الجزء العلوي كله مظبوط. اوكي يلا انا جاهزه هنبدا. انا كمان جاهز بس قبل ما نبدا لازم اقول للناس ان الاسترتشات او الاطالات من الحاجات اللي يعني مش محتاجين نكون نتمرن علشان نعملها. احنا ممكن نعملها حتى الصبح عشان تزود الدوره الدمويه بتاعتنا, تعمل تنشيط للدوره الدمويه علشان تقلل الاسترس بتاعنا لو الواحد صاحي او قبل ما ينام حتى. حاجه قريبه لليوجا قوي, بتقلل الاسترس وبتخلي الواحد نشيط جميل في نفس الوقت. لو في نفس الوقت بتزود المدى الحركي بتاعنا, بتقلل الاصابات. عارفه يا فرح لما بتيجي تدخلي العربيه وتبقى عايز تجيبي حاجه مثلا من ورا كده من الكرسي اللي ورا ممكن تلاقي كتفك كل ديت علشان العضلات قصيره. فاحنا أوكي. لما بنعمل الاسترتشات ديت او الاطالات ديت بتزود المدى الحركي بتاعنا وبتقلل الاصابات. يعني احنا ممكن الاسترتشات دي تتعمل قبل التمرين في الجيم, ممكن تتعمل من غير تمرين عادي يوميا الصبح. الصبح ممكن, بالليل ممكن, قبل التمرين بنعمل دايناميك ستريتش اللي هو الاسترتشات من الحركه. بعد التمرين عشان نفك جسمنا هنعمل الستاتيك ستريتش اللي هنعملها دلوقتي. اوكي تمام. النهارده هنشتغل على الابر بودي. جاهزين. الابر بودي فيه ماسلز كتيره اساسيه هي اللي هنعملها الاسترتشات النهارده. تمام. من اكتر المفاصل اللي فيها حركه مفصل الكتف. فمفصل الكتف اول ستريتش ليه هو ان انا هفرد ايديا هنا مفروض على الاخر. ايوه تمام. وايدي الشمال ديت هتروح هنا وايدي اليمين هتروح عند ودني. واحد من اهم الاسترتشات اللي لازم نتعود نعملها للعضلات كمان الخلفيه وللابر باك وعضله الكتف الخلفيه. هل بحرك وسطي مع التمرين ده ولا لا. لازم انا طول الوقت هحس لازم بطني تبقى مشدوده. تمام. وجسمي مفروض طول الوقت, ظهري مفروض, مش عايز اي حاجه. واحنا بنتمرن ما حدش يبقى تعبان وقاعد عامل كده ماشي. بعد 10 ثواني بالنسبه لنا احنا انا ابتديت فعلا احس انه هنا في مغير الناحيه الثانيه المصل ديت هي اكتر مصل بيحصل لها ستريتش. تمام. مشاهدينا بقى هيعملوا 30 ثانيه 30 ثانيه 30 ثانيه. أوكي. احنا بنعمل 10 ثواني كده علشان احنا بقالنا كتير بنتمرن. تمام انا كده تمام صح. أوكي. هنريح. اوكي بعد ما نعمل الاسترتش دوت هنعمل ستريتش تاني للباك. عملنا ستريتش ده للكتف عضلات الكتف الخلفيه. تمام. أوكي. وهنعمل عضلات الظهر دلوقتي ستريتش. جميل. ايدي هتبقى هنا وهحاول ان انا اريتش اكتر حاجه اوصل لقدام الجنب هنا معايا. بصي عليا هنا. تمام. اعملي زي كده هنا. هطلع بكتفي اكتر حاجه لقدام, بطني مشدوده قوي. انا حاسه انه الكتف الابر الكتف من فوق والعضلات الظهر اللي فوق اتشدت. تمام. نحاول نثبت كده 30 ثانيه. أوكي. ماشي ماشي تمام. حاسس ان ظهركم فعلا من النص كده بدا يعني يفك شويه. وهحاول نعمل الموضوع دوت مثلا 3 مرات بس. ممكن اول مره او اول اسبوع نعمله مره واحده في اليوم وبعد كده نعمله بعد كده 3 سيت 30 ثانيه 30 ثانيه 30 ثانيه. يعني التمارين دي او الاسترتشز دي للناس اللي دايما اقل حركه تلاقي ايدها اتشنجت. في ناس كتيره جدا مش عارفه ان هي مشكلتها في اصابتها او الصداع اللي بيجي لها او المشاكل اللي بتجي لها في جسمها والوجع دوت من العضلات القصيره او التشنج اللي بيحصل دوت من العضلات القصيره ديت. احنا عملنا لها ستريتش هتعالجها كتير. والحل بسيط يعني الحل ده بسيط جدا. احنا خلصنا الكتف. اوكي خلصنا الكتف. ممكن نعمل حاجه كمان للباك للظهر. للظهر ان انا برفع ايديا الاثنين فوق. اوكي. وبمسك ريست ايدي هنا بحاول ان انا اشد لبره وحسبت 30 ثانيه يا فرح. اوكي. وحاولي على طول بطنك تبقى مشدوده وظهرك يبقى مفرود. حاولي تكون على طول بتتحكي علشان الاسترتشات من الحاجات الجميلة. مش عارف ليه بنكسر واحنا بنعملها يعني. أنا دايما بضحك يا كوتش. ده حقيقي فعلا. فرح بعد التدريبات اللي احنا بنعملها دي كلها بقت هي الكوتش أصلا بتيجي تقولي على فكرة هنعمل كذا وهنعمل كذا وإيه رأيك لو عملنا التمرين ده وإيه رأيك لو عملنا التمرين ده. أنا في فقرة لازم أنتقم منك فيها. وأنا هسيب لها المايك مرة تقعد هي اللي تعمل التمرين. طيب بعد ما خلصنا الباك اليمين والشمال هنعمل تمرين دلوقتي لعضلات التمرينة دي. ده كله ده للاتس للمصل بتاعت الظهر كلها. تمام. هنعمل دلوقتي بقى للبايسبس وللترايسبس العضلات بتاعت الدراعين. هنبدا بعضله الترايسبس. تمام. هرفع ايديا دي فوق. الاثنين ولا ايد واحده؟ واحده بس دلوقتي علشان الناس تعرف تعملها ازاي. ودي هتبقى متنيه كده وهزق بايدي ديت لورا. وهثبت يا فرح 10 ثواني. بطني هتبقى مشدوده. هكون بضحك برضو.
ده برضو نفس لا دي عضله الترايسبس. العضله اللي اللي بتساعدنا ان احنا نفرد ايدينا. اوكي تمام. البايسبس بقى الاسترتش بتاعه لذيذ قوي كده، تحس ان هو حاجه خير. هفرد ايدي هنا قوي وبعد كده ابدا افتح ايدي بالراحه بالراحه اكتر حاجه لحد ال 90 درجه هنا، وبعد كده هثبت. خليكي ثابته يا فرح. اهم حاجه ان انا مشت ايدي يبقى مشدود عليا قوي، صدري لفوق، بطني مشدوده. هو تمرين يبان بسيط بس انا عايزه اقول لك انه اكيد هتبداوا تحسوا فعلا بستريتش في الخط ده بالزبط. كله بالظبط. ارجعي ورا شويه كمان تاني. ايوه هحاول طول ما انا بعمل الاستريتش ان انا اتنفس. مش عايز حد يكتب نفسه يا فرح. انت حسيت صح؟ حسيت ده تمرين كويس قوي. 30 ثانية برضه. ودي الحاجات العضلات الأساسية اللي موجودة عندنا. في عضلة كمان اسمها الشست أو عضلات الصدر، من أهم العضلات اللي ممكن نحتاج نعمل لها ستريتش. تمام. عشان لو العضلة دي قصيرة بنحس إن إحنا كتفنا بدأ يطلع لقدام. لازم نعمل ستريتش. من الاسترتشات السهلة جدا اللي ممكن نعملها هو الاسترتش ده هنا. أوكي. برفع إيدي لفوق ولا بس لا أفضل؟ لا أنا إيدي ورايا بس كده، برجع كتفي لورا. أوكي. ثلاثين ثانية. الناس هتحب الاسترتش دوت، هيفضلوا قاعدين كده ثلاث دقايق بس. أنا يعني مش زعلانة خالص. أنا النفس عادي يا كوتش حسام؟ النفس عادي. هناخد بس يعني ديب بريد كده، نتنفس نفس عميق شوية. أوكي. كل ما بنفضي النفس كل ما الاسترتش هتلاقيه زاد. بالظبط. أنا عارفة إنه النفس بيفرق في المرونة في الاسترتشز. ودي كده من أهم فعلا الاسترتشات اللي لازم نعملها، أحاول نركز عليها كل يوم. الفقرة اللي جاية بقى هنعمل استرتشات لللور بورت او للعضلات الرجلين. انا حاسه ان انا فعلا اتنشطت كده. صح؟ بجد أحسن؟ فعلا. هتكملي تمرين دلوقتي دلوقتي هلف في الجيم كله. صباح الفل عليك. صباح الفل.